بيض الاستهلاك قفز ثمنه شهر مارس الماضي ثم هوى من جديد رغم ارتفاع ثمن الأعلاف ووفرة الإنتاج، معادلة يفقد معها قطاع إنتاج بيض الاستهلاك حوالي 7.2 مليون درهم يومياً، فأسعار البيع لم تعد تغطي نفقات الإنتاج حسب الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك. كي تباع البيض في الأسواق الثمن اللي كيوصل 0.55 درهم، في حين انه كيتقام 0.95 درهم للوحده. اذا هذا الشيء راجع لارتفاع الاثمنه ديال المواد الاوليه اللي داخله في الاعلاف، خاصه الصوجة والذره على المستوى العالمي، والثمن ديال الاعلاف على المستوى الوطني ارتفع من 3 دراهم الكيلوغرام ل 5 دراهم ونص، وهذا الشيء كيمثل 70 حتى 80% من تكاليف ديال الانتاج. حوالي 60,000 بيضة استهلاك تنتجها يوميا هذه الضيعة بإقليم برشيدة. سعر التسويق اليومي يتراوح ما بين 56 و70 سنتيما، الشهر الماضي لم يتعدى 55 سنتيما حسب صاحب الضيعة. أسعار كانت تبدو عادية في وقت سابق لكنها اليوم لها انعكاسات. جينا نشوفوا بالنسبة لهذا الوقت الثمن راه عادي، ولكن ذاك الطلوع ديال المواد الأولية كما كتعرفوا تزادت واحد الزياده خياليه، تقريبا كاين المواد اللي وصلت حتى 80% ديال الزياده، يعني ولا البيض كيتقام بواحد التكلفه ولا تكلفه غاليه بزاف. الوضعيه وما ترتب عنها دفعت المنتجين الى رفع جمله من المطالب قصد تطبيق حلول كفيله بضمان استمراريه هذه السلسله الحيويه. تدعو الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك كل من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، وزارة الفلاحة وكذلك الحكومة إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إنقاذ هذا القطاع، من خلال أول حاجة دعم تنظيم الإنتاج، ثاني حاجة توفير الوسائل اللوجستيكية الملائمة. وللإشارة فسلسلة إنتاج بيض الاستهلاك تعتبر من أهم سلاسل الإنتاج الفلاحي ببلادنا، شهدت تطورا واستثمارات مهمة خلال السنوات الأخيرة بلغت 20 مليار درهم، مكنت من خلق 252 ضيعة مرخصة، إلى جانب توفير 25 ألف منصب شغل مباشر و35 ألف منصب شغل غير مباشر.